القدس الإله الواحد أمين. عايز أكلمكم النهاردة على خطية كلنا بنقع فيها اللي هي خطية الغضب. فعايز بس أقول في الأول، هل الغضب خطية ولا مش خطية؟ الحقيقة الغضب مش خطية، بدليل إن الكتاب بيقول اغضبوا ولا تخطئوا. الغضب ده طاقة، لو واجهتها صح تبقى طاقة للبنيان، لو واجهتها غلط تقود إلى الخطية وتدمر الإنسان وتدمر اللي حواليه. عشان كده في حاجة اسمها غضب مقدس. لو الغضب خطية ما كانش فيه غضب مقدس. فلما الكتاب بيقول اغضبوا ولا تخطئوا، معناه it's okay ان انت تغضب، ولكن it's not right ان في الغضب بتاعك تخطئ. لكن الغضب اللي الانسان لا يتحكم فيه يؤدي الى الخطيئة. الغضب اللي الإنسان لا يتحكم فيه يؤدي إلى الخطيئة. في سفر التكوين إصحاح 4 يقول إيه؟ وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. فاختاز قايين جدا وسقط وجهه. فقال الرب لقايين: لماذا اختزت ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفق، وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. ربنا قال لقايين إيه؟ لما قايين قدم ذبيحة بس ما قدمهاش حسب إرادة ربنا، قدمها من الزروع من ثمر الأرض، فربنا رفض ذبيحة قايين وقبل ذبيحة هابيل. فقايين الخاص والدايق، فربنا سأله: هل اختصت بالصواب؟ انت بتضايق ليه؟ انت غضبان ليه؟ انت زعلان ليه؟ لماذا سقط وجهك؟ يا حبيبي بدل ربنا يقول لقايين: يا حبيبي بدل ما تبقى زعلان وغضبان كده صلح. إن أحسنت أفلا رفعت؟ لو صلحت ورفعت ذبيحة مقبولة أمامي هرفع عنك، ولكن إن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة. الغضب بتاعك ده هيؤدي إلى خطية، فخ منتظرة إليك اشتياقها. الخطية مش تقال، الخطية عايزك تقع فيها، ولكن أنت تسود عليها. أنت عندك السلطة والمقدرة أن أنت تتحكم في الخطية، فما تجيش تقول أن غصب عنك. ولكن قايين ما استفادش من كلام ربنا، وبدل ما يصلح أموره راح عمل إيه؟ راح استسلم للغضب بتاعه وانتهى بأنه قتل أخوه هابيل. فالغضب يقود إلى الخصام، زي ما نقرأ في سفر الأمثال 29 وعدد 22: الرجل الغضوب يهيج الخصام، والرجل السخوط كثير المعاصي. تلاقي واحد يكون مجموعة عاديين كده، واحد يخش يروح رامي كلمة، متنرفز، مزعق، يشعل الدنيا. الرجل الغضوب يهيج الخصام، والرجل السخوط كثير المعاصي. برضو في أمثال 30 عدد 33 يقول: عصر اللبن يخرج جبنة، علشان تعمل جبنة تعصر اللبن، وعصر الأنف يخرج دم. لو لاحظ يعني سكويز النوز بتاعته ينزل. وعصر الغضب يخرج خصام. الغضب ممكن يؤدي إلى الخصام. بيقسموا الغضب إلى ثلاث أنواع.
النوع الأول بيسموه سخط بالإنجليزي راث. السخط اللي هو الانفجار، واحد يتنرفز صوته يعلى يمسك الحاجات يرميها يكسرها يضرب اللي قصاده، ده اللي يسموه السخط. حصل مرة سيد المسيح كان بيكلم الجموع وقال لهم ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه، وقال لهم شوفوا كان في كم واحد أبرز في أيام النعمان السورياني ولكن ربنا ما أرسلش إليشع إلى نعمان، عايز يديهم درس يعني أن يسلكوا سلوك يرضي ربنا. الكلام ده ما عجبهمش، فلما ما عجبهمش يقول لك فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا. الغضب ده تحول إلى انفجار، فقاموا وأخرجوه خارج المدينة، جرجروا المسيح خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل. يعني جابوا سيد المسيح مجرجرينه كده لغاية حافة الجبل عشان يرموه من فوق الجبل، ولكن لأن لم تكن ساعة المسيح جاءت بعد يقول أن هو فجاز في وسطهم ومر. بس هنا الغضب تحول إلى إيه؟ إلى عنف. الغضب تحول إلى عنف. نوع تاني من الغضب بيسموه المرارة، ده الغضب المكبوت. الواحد لما يكون متضايق ويكبت جواه نفسه تتمرر، وده أكشري الغضب ده اللي بيؤدي إلى الأمراض النفسية زي الاكتئاب، والأمراض الجسدية زي القرحة وارتفاع ضغط الدم والسكر. ده الغضب اللي الواحد مش عم بيعرفش يعبر عنه لكن بيكبته جواه. عشان كده في أفسس إصحاح 4 عدد 31 يقول يرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. وده بيسموه بالإنجليزي بيترنس. الأولاني بيسموه راث، النوع الثاني بيسموه بيترنس. النوع الثالث اللي هو الغيرة المقدسة بيسموها بالإنجليزي إنديجنيشن. إنديجنيشن طبعا الغيرة المقدسة ممكن تكون طبعا غيرة مقدسة حسب قلب الله، أو ممكن تكون غيرة مقدسة خاطئة. يعني الواحد بيظن إن هو عنده غيرة مقدسة بس هي مش غيرة مقدسة على حاجة. طبعا الغيرة المقدسة اللي هي حسب قلب الله زي موسى مثلا لما نزل ولقاهم بيعملوا عرض لذهبي وبيقولوا هذه هي الآلهة التي أخرجتكم من أرض مصر، فموسى راح راجع لوحي الشريعة، دي غيرة مقدسة. الغيرة المقدسة المسيح لما دخل الهيكل ولقى الباعة حوالين الهيكل إلى السوق فخرجهم وقال لهم بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. لكن هديكم مثال خاطئ للغيرة المقدسة. يوم أحد الشعانين لما دخل المسيح الهيكل والأطفال كانوا معاه، في إنجيل متى صح 21 عدد 15 يقول فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنع والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون وصلنا لابن داود غضب. غضب بالإنجليزي لو تقرأ الآية دي يقولك they became indignant. ما استخدموش كلمة راث ولا بيترنس. indignant هو غضب المقدس، ظنوا ان هما في غير على المجمع. وقالوا له، قال المسيح أتسمع ما يقول هؤلاء؟ فقال لهم يسوع نعم أنا سمعت، أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع حياه تسبيحا؟ فأعرف منين غضبي ده غضب مقدس ولا غير مقدس؟ لو أنا مثلا دخلت الكنيسة وشفت حاجة غلط فديت احتديت، أعرف منين؟ افحص الدافع اللي جواك، شوف أنت زعلان ومتضايق، زعلان ومتضايق ليه؟ ايه الدافع اللي موجود جواك؟ لو الدافع اللي موجود جواك هو محبة ربنا ده يبقى فعلا ده من أجل ربنا.
لكن لو الدافع الموجود جواك هو محبة النفس أو عايز تحافظ على كرامتك أو عايز رأيك يمشي، يعني هنا كتب الفريسيين لما غضبوا غضبوا لأنهم غيرانين من المسيح، لما رأوا العجائب التي كان يصنع فكانوا غيرانين من سيد المسيح، غضبوا عشان اعتبروا أن المسيح كده بياخد المجد منهم، بيقولوا له أصلنا يا ابني هو داود، عارفين زي لما داود قتل جلياط الجبار وبعدين النساء ابتدوا يغنوا فقالوا ان شاول قتل ألوف وداود ربوات، زعل شاول ازاي يدوا داود الربوات ربوات 10,000 ويدوني انا الألوف. فلازم الانسان في قلبه يقدر يتحكم في الغضب بتاعه. طيب ازاي يتعامل مع الغضب؟ ازاي يتعامل مع الغضب؟ ديكوا كده نقط بسرعة. النقطة الأولى، لازم لا تلتمس لنفسك عذر في الغضب، اعترف بخطأك أمام الله وأمام نفسك. طالما بتقول أنا بتنرفز عشان العيال مطلعين عيني، أنا بتنرفز عشان جوزي مش فاهمني وتعبني، أنا بتنرفز علشان مراتي ما تسمعش كلامه وما بتحترمنيش، فأنت بتجيب سبب، طالما بتجيب سبب بعمر ما النرفزة دي هتروح. إنما أنا عايز أقول لك، هل الغضب هو رد فعل بتصرفات الآخرين ولا لأ؟ يعني هل فعلا الأم اللي بتتنرفز ده رد فعل عشان ولادها مطلعين عينيها؟ هل الزوج اللي بتنرفز ده فعل عشان مراته ما بتحترموش؟ هل الزوجة اللي بتتنرفز ده فعل عشان جوزها بخيل مع عليها وبيهنها؟ هل هو رد فعل ولا لا؟ هقول لكم حاجة، يعني احنا بس مصرين بعدد كبير قاعد دلوقتي، لو واحد دخل وشتمنا كلنا مع واحد، هنا الفعل واحد ان كلنا تعرضنا للشتيمة، هل رد فعلنا هيكون واحد؟ لا. يبقى إذن رد فعلي ليس هو رد فعل مباشر للشتيمة. وما التبرير ردود فعلنا هتختلف، لأن ما بين الفعل ورد فعل في تفسيري أنا للفعل. يعني إيه تفسيري للفعل؟ يعني بدخل شتان لو أنا فسرت قلت معلش أهو راجل يمكن يكون تعبان أندر ستريس أو حاجة زي كده، هتفوت له هتعدي. لو انت قلت ايه ده ازاي يتصرف كده ازاي يخش يشتم، لا ده انسان صفته ونعته وصفة معاك هتقوم تضربه بعد كده. لو واحد قال بس الكتاب بيقول طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كلمة شريرة، هتبص له تقول الله يسامحك. يبقى ايه اللي بيتحكم في رد فعلك؟ مش الفعل، انما الرد اللي بيتحكم في رد فعلك هو تفسيرك للفعل. فلو عودت نفسك انك تجد تفسير ايجابي للفعل هيكون رد فعلك انت ايجابي. اديكم مثال، استفانوس ناس بترجمه يقولوا رب انتقم منهم وريني يوم فيهم يا رب. نعم استفانوس بس كده قال لك الناس دي وهي بترجمني هتديني لقب اول الشهداء، هتخليني ابقى في المجد مع المسيح، الاكاليد دي انا هاخدها، تبقى الناس دي ما بتعملش فيها حاجه وحشه، ده الناس دي بتعمل فيها جميله، هتديني اكاليد، هتخلي اخد المجد وابقى مع المسيح ذاك افضل جدا، هاخد لقب اول الشهداء. فقال ازاي تبقى ده خطير؟ لا يا رب من فضلك لا تقم لهم هذه الخطية. ازاي في رد فعل بالطريقة دي للناس دي؟ لان استفانوس فسر تفسير ايجابي. اي نعم الحقيقة يعني عشان برضو اوقعي وش كلام مش وقعي، اي نعم في ناس مستفزين يعني
من طريقة تستفز. لكن حتى الناس المستفزين أنا لقيت خبرة شخصية تقولي ما اعترف عن ذلك. لو واحد من الناس المستفزين دول اتخذني على غفلة كده يعني مش مستعد له ممكن اتنرفز. لكن لو أنا مستعد له ويعني صليت وطلبت من ربنا يديني هدوء مهما حاولوا إن يستفزني بنعمة ربنا بقدر أمسك نفسي. فأنا عايز أقول حتى الإنسان المستفز لو أنت فعلا طلبت معونة من ربنا تعرف تتعامل معه بهدوء وتعرفش تفقد أعصابك. لكن لو واحد يتاخد كده بطريقة تلقائية فجأة كده ممكن الواحد يتنرفز وفعلا يفقد أعصابك. يبقى إذا كيف تتعامل مع الغضب؟ أول حاجة لا تلتمس عذر النفس. لأنك لو تمست عذر عمرك ما هتنتصر على الغضب. الحاجة الثاني اعرف إيه سبب الغضب. إيه اللي بيخليك تتنرفز؟ إيه اللي منرفزك؟ زي ما ربنا قال لقايين لماذا اختصت؟ أنت متضايق ليه؟ ممكن واحد زي ما كنا بنتكلم امبارح عنده إحساس بالظلم عقدة الشهيد فدايما يكون هو غضبان متضايق. أو واحد تاني ما عندوش مرونة فاللي ما عندوش مرونة ده دايما يتضايق بسرعة لأن ما عندوش أي حيز من المرونة هات وخد. عنده الدنيا بالنسبة له أبيض وأسود. فلو مش كده يبقى لازم يكون كده all or none. ممكن واحد تالت يكون سبب الغضب ضغوط الحياة شغل كتير مسؤولية الولاد المصاريف كتيرة فمضغوط مضغوط. لو معرفش يتعامل مع الضغوط دي تلاقيه تكلمه تلاقيه متنرفز عنده. يعني كنت لسه بتقوله ترنيمة بارك بلادي دلوقتي يعني حالة الناس في مصر الواحد فعلا بيصعبوا عليه من ضغوط الحياة. حالة كل ماشي في الشارع في مصر وبص على الناس على وجوهه كده قلب سرحان ايه المكشر ايه اللي متوه لاني مفكر عمال يفكر هموم ماليه قلب. يمكن عشان كده ربنا قال ملقي كل همكم عليه لانه هو يعتني بيكم. برضو احيانا الناس تستخدم الغضب علشان تتحكم في الاخرين. لما زعق علي فالناس تخاف مني يعملوا اللي هو عايزه بس فممكن يكون الغضب ده سبب رغبه في التحكم خوف الآخرين عشان بس أمشي اللي في دماغي. معرفة سبب الغضب يساعدك إنك تنتصر على الغضب تعالج السبب فتنتصر على الغضب. الحاجة الثالثة للانتصار على الغضب معلمنا يعقوب يقول ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. مبطئا في الغضب يعني زي أبطأ الغضب. أنا أترك في الأول الغضب ده زي طاقة إنرجي بشبهها بعربية ماشية. لو العربية ماشية وهتخبط حد والغضب ده بخبط بيه واحد قصادي بغلط في واحد فعلشان العربية دي ما تخبطش القصادي لازم يكون في حاجتين. الحاجة الأولى إن يكون عندي فرامل كويسة والحاجة الثانية يكون عندي good timing. لأن لو أنت ما عندكش good timing ما لاحظتش الإنسان اللي قصادك اللي أنت هتخبطه وعلى آخر لحظة شفته حتى لو الفرامل الممتازة هتخبطه. طيب ولو ما عندك good timing ومن مسافة بعيدة شفت إن في شخص قصادك بس فرامل العربية بايظة هتخبطه برضه. علشان كده نفس الكلام في الغضب عشان الغضب ده ما يخبطش واحد قصادي لازم يكون عندي الحاجتين دول عندي الكود تايمينج وعندي الفرامل اللي توقف الغضب بتاعي. يعني ايه كود تايمينج؟ الواحد ما بي يعني مثلا انا دلوقتي هادي مش هقوم بقى امسك وكسر الدنيا حواليا كده في ثانيه. لا الواحد بيبقى فيه تريجر في الاول بحس ان انا متضايق
ده اللي بتزيد 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 لغايه لما الواحد بيفقد اعصابه. بالكم فمع اول احساس بالمضايقه لازم تبتدي تدور على الفرامل بتاعك، لان احساس المضايقه ده اللي بيقول لك انك هتخبط واحد. خلي بالك ابتديت تتضايق هتخبط حد. فلو انت سايق العربيه ولقيتها تخبط حد تدور على الفرامل على طول. طب ايه الفرامل؟ الفرامل دي ممكن تكون ترسم الصليب، ممكن تكون صلاة يسوع، ممكن تذكر احتمال السيد المسيح، ممكن انك تقول للاخ ده انا الحقيقه ابتديت اتضايق فالكلام مش هيجيب نتيجه ايجابيه، خلينا نهدى ونتكلم نكمل الموضوع بعد ساعتين، بكره نكمل الموضوع. لكن ما تفضلش، ربما الهروب من الموقف وتجنب الموقف ده يكون حل في البدايه علشان ما تخبطش الاقساط. بس انا مش عايز اعلمك الهروب انك هروب وما تكملش، ولا انت كده بتضايق الاقساط. لو انت فعلا حاسسك مش هتفقد اعصابك قول له انا مش هقدر اكمل، لكن خلينا نتكلم بكره الساعه 5 بعد الظهريه، هتجي له معاد هتقدر تكمل الحوار انت عشان ما تضايقهوش. لما تروح الميعاد التاني ده بقى تكون مصلي، تكون مستعد وطالب معونة ربنا، فهنا مش هتفقد اعصابك في الحوار. النقطة الرابعة في التغلب على الغضب انك حاول تفكر بطريقة مختلفة. يعني مثلا لو انت عندك مشكلة، هل الغضب بيحل المشكلة دي؟ اقولك على حاجة، لو انت بتسوق سرعت فجي البوليس وقفك وزعقني انا انت بتسرع ليه؟ انت مش عارف السبيد ليميت هنا 60 ولا 70 وقعد زعق وبعد كده مشي وسابق. تاني يوم برضو انت سرعت فالبوليس وقفك وزعقني وسابق وهكذا. تفتكر عمرك هتبطل انك تسرع؟ لا، احنا بنعمل كده مع اولادنا. اولاد يعملوا حاجه غلط نزعقلهم، يعملوا حاجه غلط تاني نزعقلهم، يعملوا غلط نزعقلهم، عمر ده ما بيصلح البيهيفير. انما ايه اللي بيصلح البيهيفير؟ بوليس يوقفك يقول لك انت عندك امرجنسي، تقول لا ما عنديش امرجنسي، يقول لك انت بتسرع ليه؟ غالبا راح تهيكسي والله بيستعد عليك. البوليس هيعرف انك بتهيكسي، هيلا تقولين درايفنج لايسنس والانشورانس، يروح يراضي كده 10 دقايق في العربية بتاعته ويرجع معاه التيكت يقولك تعالى انت عليه، وبعدين يديك التيكت يقولك هاف ا نايس داي. حضرتك تاخد التيكت الاولاني والتاني وبعد كده هتفكر من مره قبل ما تعمل سبيدنج عشان بعد كده الرخصه بتاعتك تحصل لها سسبنشن. يبقى الغضب ما بيحلش المشكله، ده اللي انا عايز اوصله. فكر بطريقه مختلفه، النرفزه مش هتحل المشكله، انك تزعق تتنرفز مش هتحل المشكله، انما يحل المشكله انك تدور على حلول واقعيه منطقيه للموضوع اللي انت بتتعامل معاه. ولادك تعبينك، زعيقك ليهم او زعيقك فيهم كل يوم الصبح قبل ما اروح المدرسه، ده مش كلمه ولاد مهذبين ابدا، هكلم عناديين وبيزعقوا فيك برضه. لكن دوروا على كونسيكونسز تاني. ونصيحه، ما تاخدش اي قرار وانت منفعل، لان القرار اللي تاخده وانت منفعل ده قرار غلط. اوعى تاخد قرار وانت منفعل. النقطه الخامسه، ان في مشاكل ملهاش حل. واحد متضايق لانه جاله مرض وممكن كل المرض ده ملوش حل، واحد متضايق عشان فقد انسان عزيز عليه،
هنا لازم نعرف ان احنا نقبل الامور اللي ملهاش حل. في صلاة يقول لك يا رب اديني القوة عشان اغير الامور اللي اقدر اغيرها، واديني احتمال عشان اقبل الامور اللي ما اقدرش اغيرها. فهنا لازم الانسان يتعلم ازاي يقبل الامور اللي هو ما اقدرش يغيرها، بدل ما يغضب وتتكون جواه مرارة، تبقى نفسه مرة من الداخل. زي ما قلت المرارة دي خطية، مش كده بولس الرسول قال انزعوا كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجريف. النقطة الخامسة، درب نفسك ازاي تعبر عن مشاعرك السلبية. كلنا بيجي له مشاعر سلبية، حد ضايقنا، حد جارحنا. درب نفسك ازاي تعبر عن مشاعرك السلبية بطريقة ايجابية، زي ما المسيح قال لما كان في جثماني والتلاميذ سابوه، عبر عن مضايقته بس بطريقة ايجابية. قال اما قدرتم ان تصلوا معي ساعة واحدة، انا عارف روح نشيط ولكن احتسب معي. فلو في حاجة ضايقاك يا ريت تتدرب، فكر في الاول ازاي تعبر عنها قبل ما تغلط وتجرح اللي حواليك. خصوصا ان في ناس ممكن، يعني بعض الناس المتدينه تفتكر ان هم لو عبروا عن الغضب بطريقه غير مباشره فدي ما تبقاش خطيه، فيتجاهل الانسان اللي قصاده. او مثلا يعمل بيسموه بس اجريسيف كده، يعني يعمل حاجات ما تقدرش تمسك عليه غلطه، بس هو بيسند مسج للتاني ان هو زعلان منه الى اخره. طبعا في تعبير غلط عن الخطا زي النقد اللازم، محاوله الانتقام، التخريب من الاخرين، لكن زي ما كتبوا اغضب ولا تخطئ. ازاي تعرف تعبر عن مضايقتك من غير ما تغلط؟ ربنا قال كده، هلوما نتحاجج يقول الرب، بذلك المدائة من شعب بني إسرائيل. فقالهم هلوما نتحاجج يقول الرب، ابتدى يتكلم معه. النقطة السابعة، ابعد عن المكان اللي انت متنرفز فيه. يعني ربما من أفضل من تبعد عن المكان لغاية لما تهدى. وانت بعيد رتب افكارك، حط خطه منطقيه للتعامل مع الوضع، صلي، اطلب نعمه ربنا بحيث لما ترجع تعرف تتعامل مع الغضب، مع موقف قصدي، بطريقه هادئه. النقطه الثامنه، الغضب ده من سمات الانسان العتيق، انما الانسان اللي هو بيتجدد على صوره خالقه ما بيبقاش غضوب. عشان كده في كولوسي صح 3 عدد 8 و9 يقول اما الان فاطرحوا عنكم انتم ايضا الكل الغضب، السخط، الخبث، التجديف، كلام القبيح من افواهكم، لا تكذبوا بعضكم على بعض اذ خلعتوا للانسان العتيق مع اعماله. فانا ببين ان الغضب ده من سمات او من اعمال الانسان العتيق. فكل ما انت بتنمي في علاقتك مع ربنا تقدر تنتصر الغضب. كل ما تتجدد على صورة خالقك يبقى عندك روح الوداعة، طول الأمان والاحتمال والحلم. النقطة التاسعة، بلا شك زي ما قلت لكم الغضب بيجي نتيجة الاسترس. يعني لو واحد استرس ومضغوط تلاقيه يتنرفز بسرعة. عشان كده اهتم براحتك الجسدية، كل كويس، العب رياضة. يعني أحسن رياضة كلنا نقدر نعملها المشي. يعني كل الأطباء يقولك لو تمشي نص ساعة في اليوم ده تكر بأي طريقة، تمشي بالراحة بسرعة بأي حاجة، ده رياضة مهمة جدا جدا. اهتم بأن يكون ليك ساعات نوم كويسة، كل ده يساعد الإنسان يبقى هادي. اهتم ايضا براحتك النفسية، how to relax، عندك وقت للاسترخاء، ترفيه،
ترفيه الروح الجميل اللي هو لا يغضب ربنا، السمع حلو والضحكة الحلوة، كل دي حاجات تهدي الإنسان من الداخل. وتنام براحتك الروحية، التوبة والاعتراف، الصدقات الروحية، التدريب الروحية من صلوات وكتاب مقدس وترانيم، كل الحاجات دي تساعد الإنسان على إنه يتحكم في الغضب، راحتك الجسدية وراحتك الروحية وراحتك النفسية. والنقطة العاشرة والأخيرة، إن هناك بعض الأمراض النفسية بيكون من علاماتها الغضب. ففي بعض الأمور الإنسان بيبقى محتاج إنه يروح لإنسان متخصص عشان يعالج، لو هو فيه personality disorder أو حاجة زي كده، فأحيانا بيبقى الواحد محتاج العلاج عشان يقدر يتحكم في الغضب. يعني مثلا يعني مش عايز أدوشكم بشوية ترمينولوجي، بس في مثلا حاجة من التشوش الشخصية بيسموها borderline personality disorder، دول يعني غصب عندهم كده بيجي لهم outburst of anger، نرفزوا، كسروا الدنيا، خربوا الدنيا، يتزعقوا، فده بيبقى محتاج علاج. يعني ده التدريب اللي احنا قلناها دي مش هتفيد معانا. فلو في حد كده بعد شر عليكم يعني يروح يتعالج. يبقى احنا اتفقنا ان الغضب دي طاقة ممكن الواحد يستخدمها لمجد ربنا، وممكن يستخدمها لو هي مش متحكم فيها تضر الانسان وتضر اللي حواليه. ربنا يعطينا ان احنا ونجده زي ما الشهيد مريمينا نجده في حياته، وزي ما مريمينا نجد ربنا، عشان كده ربنا وعد ان اللي هيكرم ربنا ربنا هيكرمه ايضا، عشان كده عم نحتفل بعيد الشهيد مريمينا كل سنه وانتم طيبين. انا زي ما وعدتكم ان 15 دلوقتي 10 و10 معلش دخلت 10 دقايق، فمش هقدر ارد على الاسئله دي علشان وقتكم، لكن هاخدها واقراها وادرسها واحفظها. ينهى المجد الدائم جلال الأمين. فضل صلي يا صوف الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمساك والسواح وعباد المجاهدين الذين أرضوا رب عملنا الصالح كل حين. بركة منك هذا اليوم، بركة القديس هذا اليوم، بركة رئيس الملك الكريم مخيل والقديس محمد عمدان، بركة سادات الأباء الرسل، بركة مريمورس كاروز الديار المصرية والشير العظيم مارجرجس، بركة الشهيد مريمينا، وبركة الأنبا أنطونيوس والأنبا أنسكاما، وبركة عيد الشهيد مريمينا، وبركة سيد العذراء مريم أورام أخيرا، بركاتهم المقدسة ونعمتهم وقوتهم ومعاناتهم شفاعتهم ومهلتهم تكون معنا جميعا أمين. بإخريستوس برنوتي أمين أمين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر ابانا.